تخيل معاي إنك فتحت جوالك ودخلت على التيك توك وقعدت تفرفر فيه زي عادتك، وفجأة لاحظت إن مقاطع واحدة من المشاهير اللي تتابعهم ما هي قاعدة تطلع لك، مهما انفريت مهما انطلعت ما هي قاعدة تطلع لك أي مقطع من مقاطعها. فيوم بحثت على أساس تتأكد إذا هي حاذفة حسابها ولا إيش صاير معاها، تكتشف بأن هذه التيك توكر قاتلة. كنت تحس ان الكلام بيض وما يصدق شويتين، تحس يوهو ايش هذا الكلام الغبي اللي يعني مستحيل حاجة زي كذا تحصل، صح ولا لا؟ لكن اسمح لي اصدمك واقول لك لا، الكلام اللي قاعدة اقوله حاليا حقيقي. انا فعلا قاعدة اتكلم عن تيك توكر مشهورة طلعت قاتلة. اذا حابين تعرفون مين هي وايش تفاصيل القصة تابعوا المقطع لنهايتها. في تكساس في ولاية هيوستن تحديدا اتولدت هيلين هاستينغز وعمرها 21 سنة. أمها سوزن وأبوها فيليب كانوا علماء وراثة أو علماء أحياء، فوضعهم المادي كان ممتاز جدا، وهيلين كانت بنتهم الوحيدة. ودام ان احنا نقول ان هي بنتهم الوحيدة فطبيعي انها رح تكون مدلعة، وزي ما احنا نقول دلعت المامي والبابي. ما كان في اي طلب ينرفض لها، اي شيء هي تتمناه يجيها، وحرفيا كانت طفولتها يعني احلامنا كلنا يوم كنا احنا اطفال. ومن قوة الدلع في كل اجازة اهلها كانوا يسفروها لدولة جديدة، وهيلين كانت طفلة فضولية جدا، يعني اي دولة تسافرها كانت تحب انها تتعرف على ثقافة الدولة هذه وتعرف هم من إيش عاداتهم، إيش تقاليدهم، إيش الأشياء اللي موجودة في ثقافتهم. ويوم كان عمرها 7 سنين سافرت هيلين مع أهلها لليابان، ومن هنا اكتشفت الثقافة اليابانية وبدأ الاهتمام فيها. طبعا البنت كبرت ودخلت للمدرسة وعدت المرحلة الابتدائية على خير، كانت كل الأمور طبيعية وما كان في أي شيء غريب. لكن يوم دخلت للمرحلة المتوسطة أو المرحلة الإعدادية انقلبت حياتها من النعيم للجحيم. يعني هيلين كانت معاملتها مع زملاء صفها مرة كويسة، ما كانت شايفة نفسها عليهم عشانها مثلا مدلعة أو عشانها غنية، يعني كانت مثلا تعاملهم معاملة الله سبحانه وتعالى خلانا احنا فوق وانتو تحت، لا ما كان عندها هالطبقية وما كان عندها هالأسلوب. فالظاهر بسبب ان اهل هيلين كانوا معيشين هالحياة الوردية وحرفيا ما في طلب ينرفض لها، فالظاهر انها كانت تحسب ان الكل حيكون كذا، الكل حيكون زي أهلها، ما حينرفض لها طلب والكل حيعاملها معاملة حلوة. لكن الواقع كان عكس هذا الشيء تماما، زملاء صفها كانوا بيعاملوها بأسوأ معاملة وبدون أي سبب. يعني ما انذكر في المصادر إن مثلا كان في بينها وبين زملاء صفها أي عداوة أو أي مشاكل أو أي شيء من هالكلام، لا لا أبدا، بس هم كانوا بيعاملوها معاملة سيئة ويتلفظوا عليها ويؤذوها. فهذا الشيء سبب لها أزمة، إن هي ما هي قادرة إنها يعني تدرس زين، ما هي قادرة أنها تتأقلم زين بسبب المحيط أنه أبداً مو كويس، ولكن مع ذلك كانت تحاول بقدر المستطاع أنها تتأقلم. بس بعد فترة هيلين وأهلها بدأوا يلاحظوا أن هيلين صارت تستفز من الأصوات العادية جداً، يعني مثلاً إذا أحد كح، إذا أحد قاعد ياكل، إذا أحد قاعد يكتب على ورقة، هي تستفز جداً مع أن هذه الأصوات عادية. فيوم أخذوها أهلها للمستشفى على أساس يشوفوا إيش علتها، إيش اللي بيحصل معاها، الأطباء أو الأخصائيين شخصوا هيلين بمرض الميسوفونيا، عاد يا رب أني قلت اسمه صح، وهو عبارة عن اضطراب عصبي يخلي الشخص يستفز من الأصوات العادية، يعني تماما زي اللي يحصل مع هيلين. ويوم عن يوم كانت حالتها بتسوء أكثر، لدرجة أن البنت صارت ما هي قادرة تقعد مع زملائها، ما هي قادرة تفطر برا لأن الأصوات بتستفزها. فكل هذه الأشياء خلت هيلين تكره المدرسة وما تطيقها، وحرفيا تروحها بس عشان مستقبلها أو لأنها مجبورة من أهلها. كانت دايم تحس نفسها وحيدة، ما حد يبي يقعد معاها وما حد يبي يرافقها، لكن مع ذلك حاولت أنها تتأقلم وخلاص يعني تعيش مع الوضع، عاد وش يمديها تسوي. فيوم صارت في الصف الثامن تعرفت هيلين على ناس جدد وكونت صداقات، وهنا أصحاب هيلين قالوا لها يا هيلين في معرض الكوسبلاي حيصير في اليوم الفلاني بالمكان الفلاني،
ودك تجين معانا؟ إذا ما كنتوا تعرفون إيش معنى cosplay فمعناته أن أنت تتنكر كأنت الشخصية اللي تحبها، يعني أنك تقلد الشخصية اللي تحبها، سواء هذه الشخصية كانت شخصية أنمي، شخصية كوميكس، شخصية ألعاب فيديو، أو حتى شخصية مشهورة من المشاهير. والكلمة أساسا مأخوذة من roleplay وcostume، يعني مو بس أنك أنت تقلد شكل الشخصية من برا سواء بالملابس أو بتسريحة الشعر، لا بعد أنك تتقمصها، يعني أنك تقلد أسلوبها، طريقة كلامه وحركاته. وثقافة الكوسبلاي هذه مشهورة جدا في العالم، خصوصا في اليابان وشرق آسيا وأوروبا. فهي لما فكرت بالموضوع وقالت دام ان انا ما عندي شيء اسويه وكذا، الموضوع الصراحة جديد علي وحلو، احس انه يعني شيء جديد، ليش ما اروح واشوف الوضع هناك. يوم راحت هيلين للمعرض هناك انبهرت بالشيء اللي شافته، قد ايش الناس مبسوطين وهم بيتقمصوا شخصيات ثانية وبيقلدوا هالشخصيات، كان جد منظرهم حلو يعني، وغريب غريب بس بطريقة حلوة. ومن هنا هيلين قدرت انها تلاقي شغفها والشيء اللي راح يسعدها في وسط كآبتها وحزنها. بدأت هيلين تسوي كوسبلايز وتتنكر كشخصيات مختلفة، وكان جدا جدا عاجبها الوضع. لكن فكرت بينها وبين نفسها أنه دائما أنا عاجبني الوضع، ويوم رحت لمعرض الكوسبلاي كان في ناس كثير نفس جوي، فليش ما أفتح حسابات على السوشيال ميديا وتعرف على ناس ثانية جدد نفس جوي. وفعلا فتحت حسابات هناك واشتهرت لدرجة أن قناتها باليوتيوب تخطت حاجز 120,000 مشترك. لكن مرات ننغمس باهتماماتنا ونتحمس أن حنا نتعرف على ناس من جونا عشان نسالف معاهم في نفس السوالف اللي حنا نستمتع فيها ونحبها، وهذه كانت غاية هيلين بالضبط. هذا هو السبب اللي خلاها تفتح حسابات على السوشيال ميديا. لكن هذا الشيء أخذ منحنى ثاني تماما وغير متوقع، وعلى قولة المتنبي لا تجري الرياح بما تشتهي السفن. خلال السنتين هذه هيلين كانت بتتعرف على ناس جديدة نفس جوها، تشاركها نفس الاهتمامات والأشياء اللي تحبها. ومن بين ذول الناس تعرفت على وحدة اسمها ماري آن أوليفر سنو، والمعروفة بياندري فريك. دخلت ماري لعالم الكوسبلاي أو بدأت تسوي كوسبلاي في عام 2016، واشتهرت بسبب أنها كانت تسوي كوسبلاي لشخصيات لعبة دانغا ناروبا الصينية. عاد يا رب اني قلت اسمها صح، ماني متأكدة، بس الزبدة انها كانت تسوي كوسبلاي لشخصيات اللعبة هذه وتنشرها على حسابها في التيك توك، وقدرت تجمع 1,600,000 متابع على التيك توك. مقاطعها كان عليها مشاهدات كثير ولايكات كثير، فعشان كذا نقدر نصنفها انها من المشاهير. ودام ان عندها مليون او يعني فعليا تجاوزت المليون، خلاص يعني اظن هذا الشيء كافي يثبت انها جد مشهورة، او على الاقل مشهورة في مجتمع الكوسبلايرز او في الكوسبلاي. وكانت فعلا الكوسبلايز اللي تسويهم حلوة يا جماعة، يعني بغض النظر انها كانت تسوي الشخصيات معطوبة، بس جد في كذا كوسبلاي كان حلو وظابطة وجد عايشة الدور وكأنها فعلا فعلا الشخصية. فهذا هو السبب اللي خلاها تحصد شهرة زيادة. بس الاغلب كان يلاحظ ان ماري كانت تتعمد تسوي كوسبلاي لشخصيات ياندري او عن، وإذا ما كنتوا تعرفوا إيش معنى ياندري، باختصار هي الشخصية اللي كذا اللي تبان بالبداية كتكوتة لطيفة يحلوها جزينها، بس بعد فترة تكتشف إن أنت والله اللي جزينك، يعني هي أصلا تكون عندها حب تملك بشكل مو طبيعي جدا، تغار على الشخص اللي هي معجبة فيه أو اللي تحبه بشكل مو طبيعي جدا، لدرجة إنها لو حست إحساس إن في أحد بيحوم على الشخص اللي هي تحبه ما عندها مانع إنها ترتكب جريمة فيه بس عشان ما حد يقرب من الشخص اللي هي تحبه. هذه هي الياندري يعني بكل اختصار. فماري كانت تسوي كوسبلاي لهذه الشخصيات أكثر الشيء، يعني صح ماري تسوي كوسبلايز لشخصيات ياندري، بس هذا مو معناته إن شرط يكون في شيء شخصي أو في رابط بينها وبين هذه الشخصيات عشان كذا هي تحب تسوي كوسبلاي لهذه الشخصيات. مو بالضرورة، عادي يعني مرات الواحد كذا بس يحب يسوي كوسبلاي لهذه الشخصيات لأنها تزبط معاه أكثر شيء، هذا المفروض، هذا المفروض. لكن كذا شخص يعرف ماري قال إن ماري شخصية متهورة ومشكلجية وتتعمد إنها تسوي الأشياء اللي تستفز الناس وتزعجهم. يعني مثلا في عام 2019 ماري نزلت على حساباتها في السوشيال ميديا مقاطع لها وهي لابسة كوسبلاي
بمقبرة. تخيلوا يا جماعة انها منزلة مقاطع وهي لابسة كوسبلاي في مقبرة فاقت فيها الدنيا، يعني من بين كل الأماكن، من بين كل شيء، في مليون مكان، يعني ضاقت فيك تجين للمقبرة؟ كمان ما في احترام للميتين. مو بس كذا، كانت حرفيا قاعدة ترقص هناك، ترقص فوق القبور وتقعد عليهم، وهذا الشيء خلى الناس تقوم عليها وتعصب ان سلامات تركت كل الأماكن في الدنيا وجيتي للمقبرة. يعني مو معقول ابدا، شيء مو منطقي، ما في احترام للميتين. ودام ان الناس قاموا عليها وقلبوا، فهي المفروض ان يعني تحاول انها تتدارك الوضع عشان ما تخسر شهرتها وتقوم تعتذر وانا اسفه وما حسوي هذا الشيء ثاني. بس تحسبون انها جد سوت كذا؟ لا يا جماعه، لا والله، لا طلعت واعتذرت ولا سوت اي شيء من هالكلام، بالعكس بكل وقاحه طلعت تطقطق على الناس اللي قاموا عليها وقالت ان انتم ايش فيكم كذا قاعدين تبالغوا بردت فعلكم، تراكم مره اوفر، انا ما سويت اي شيء غلط. وفوق كل هذا قالت انها هي استاذنت من اداره المقبره ان هي راح تصور مقاطع بكوسبلاي هنا في هذه المقبره، بس واحد من المشرفين طلع وقال هذه قاعدة تخرط وتكذب، ما حد أداها الإذن وما حد حيديها الإذن، هذا الشيء مستحيل وأساسا ممنوع قانونيا حسب ما أنا أعرف، فلا كلامها ما هو صحيح وغلط. وفوق كل هذا عاد يا ليت انها وقفت لين هنا، يعني ليت انها مثلا جابت العيد وتوكلت خلاص، يعني زي ما يقول الواحد يستحي على وجهه ويلم شتات كرامته المبعثرة في الأرجاء. لكن لا، تخيلوا ان بعد فترة طلعت هي على الستوري وقاعدة تقول أوه ماي جاد شوفوا هذه القطط مرة وضعها صعب ومحتاجة، فبليز ارسلوا لي تبرعاتكم عشان أقدر أنقذ هذه القطط وأساعدهم. بس بعد فترة انقفطت انها كذابة، القطط هذه ما هي محتاجة وما فيها شيء، حرفيا القطط بكامل سلامتها وعافيتها، وكل فلوس التبرعات قاعدة تلهطها هي، قاعدة تاخذها هي تشفطها لا بارك الله فيها. تخيلوا الوصخة، يعني جد هذه الأشياء كافية تثبت قد إيش هالإنسانة أبدا أبدا ما هي كويسة وشخص سيء، سيء جدا جدا جدا. ومع كل هذا الكلام اللي طلع عنها، ومع ان هيلين شخصيتها مختلفة تماما عن شخصية ماري، الا انهم صاروا صحبات مقربات جدا، يعني يوم عن يوم كانت علاقتهم بتقوى زيادة لدرجة انهم صاروا دايم يطلعوا مع بعض. وبفترة من الفترات سكنت هيلين ببيت ماري، هذا الشيء يوضح قد ايش علاقتهم ببعض كانت جدا جدا قوية، لحتى يوم 20 جانوري 2021 ينزل خبر على حسابات هيلين بالسوشيال ميديا ان هيلين توفت. لكن مو هنا الصدمة، مو هنا الشيء الغريب، كان مكتوب بالخبر ان في يوم 17 جانوري 2021 الشرطة جاها بلاغ بان حصلت جريمة قتل وانهم حاولوا يسعفوا الضحية لكنهم ما قدروا، والضحية هذه كانت هيلين هاستينغز. يعني فعليا هيلين ما توفت بطريقة طبيعية، هيلين انقتلت. الخبر جاء زي الصاعقة على الناس اللي يعرفوا هيلين ويحبوها، ما كانوا مستوعبين بالبداية خبر وفاتها على أساس يستوعبوا إنها انقتلت، ما حد كان مستوعب، الكل كان في حالة صدمة شديدة من الشيء اللي سمعوه. يعني تخيل ان انت مثلا قاعد كذا بامان الله، فجأة يجيك خبر او تفتح وتلاقي خبر ان واحد من الناس اللي تعرفهم او واحد من اصحابك توفى، يعني بعيد الشر الله لا يكتبها علينا كلنا، بس صدق تخيلوا معي قلت ايش هالشعور بشع، ومو بس انه توفى، انقتل، يعني جد ولا أسوأ من هالشعور. الكل كان زعلان وما هو قادر يتخطى الخبر هذا، يعني جد كان أكثر خبر غير متوقع أبدا. وزي ما انتم عارفين يا جماعة كل واحد له طريقته في إنه يزعل، يعني مثلا في ناس تحب تظهر إنها زعلانة، في ناس ما تحب تظهر إنها زعلانة، في ناس تحب إنها تبكي، في ناس ما تحب إنها تبكي، يعني كل واحد وله طريقته وله أسلوبه. بس بسألكم يا جماعة سؤال وأبيكم أنتوا تجاوبوني الحين، في حال لا سمح الله أحد عزيز عليكم توفى وكنتوا تستعملوا السوشيال ميديا، فإيش رح تسووا؟ منطقيا الجواب حيكون يا أنكم رح تسحبوا على السوشيال ميديا وما حتنزلوا أي شيء، يا أنكم على الأقل حتنزلوا وتذكروه مثلا ببوست بستوري بأي شيء، يعني المهم أنكم حتنزلوا عن هذا الشيء أو أنك رح تنقطع فترة، المهم أنك حتسوي حاجة تبين أنك زعلان.
بس الكل كان ملاحظ إن ماري اللي هي على الأساس وشو صديقة هيلين المقربة ما كانت تسوي أي شيء من هالكلام. حرفياً كانت تنشر على حساباتها في السوشيال ميديا بشكل طبيعي جداً، كانت تنشر مقاطع لها في الكوسبلاي وهي قاعدة ترقص وتتقمص الشخصيات، وما كلفت على خاطرها إنها تذكر هيلين ببوست أو بستوري حتى. إيش فيه؟ يعني شيء مرة غريب، الكل كان مو مستوعب إنها يا بنت الناس أنت على أساس هذه صديقتك المقربة، أنت آخر إنسانة يعني كانت هي تقضي معك وقتها، فإيش في؟ ليش ما أنت زعلانة؟ ليش ما أنت قاعدة تحاولي تبيني هذا الشيء؟ طب ليش ما ذكرتيها؟ الكل كان مستغرب ومو مستوعب إنه يعني جد تصرفها كان غريب جدا، لأن مين حيتوقع إن ماري هي اللي قتلت هيلين؟ إيش؟ ماري هي اللي قتلت هيلين؟ إيش قاعدة تقولي؟ إيش غايتها من هذا الشيء؟ إيوة يا جماعة، ماري هي اللي قتلت هيلين. أعرف أنكم مصدومين ومو مستوعبين أبداً الكلام اللي قاعدة أقوله، يعني إيش الفكرة من إن ماري تسوي كذا بصديقتها المفضلة؟ لكن خلونا نرجع بالزمن شوي لورا ونتكلم عن الوقت اللي حصلت فيه الحادثة. في ليلة الخميس هيلين وأربعة من أصحابها أو خمسة من أصحابها راحوا وتجمعوا في بيت ماري لأنها مسوية حفلة. طبعا ما لدي أذكر لكم أجواهم بالاحتفالات لأن أكيد أنتم تعرفوا كيف أجواهم هناك، فما لدي أني أنا أذكر. فيوم صارت الساعة 12 قرروا أنهم يتفرجوا على مسلسل باتمان غوثام ويسووا كوسبلايز لشخصيات المسلسل، وفجأة ماري تتذكر أن عندها مارسيدس زي شخصية بينغوين. فإذا ما تعرفون أنتوا شو معنى مرسيدس، أكيد إذا تتابعوني من أول حتعرفوا إيش معناها، بس إذا أنتوا جدد فمعناها يعني باختصار أنكم تشيلوا الراوي الياء وحيوصل المعنى. فراحت للكراج وجابتها وقعدوا وبدأوا يستهبلوا ويلعبوا فيه. فواحدة من صديقاتها الماري قالت لها اقتليني اقتليني، فماري راحت رفعت المرسيدس على رأسها وبعدها نزلتها. بعدها هيلين حبت إنها تقط معاهم وتستهبل وقالت لها لا لا دوري اقتليني أنا. فماري رفعت المرسيدس لراسها وبكذا توفت هيلين. كل اللي كانوا هناك انصدموا، ما كانوا مستوعبين إنه ماري أنت إيش سويتي توك؟ قتلتي البنت؟ إيش في؟ إيش في؟ كانوا مصدومين مرعوبين خايفين، ما كانوا أبدا متصورين إنه يعني شيء ممكن يحصل. مين بيتوقع اصلا؟ ومع انهم كانوا جدا جدا ملخمين الا انهم حاولوا يسووا اشياء تسعف الوضع، زي ان واحده منهم دقت على الاسعاف، الثانيه حاولت انها تتصرف على اساس انه مثلا اذا في امل ان هيلين تعيش، لكن ماري كانت جالسه في مكانها وبس قاعده تقول بالغلط بالغلط. متخيلين معايا؟ هي اللي مسويه المصيبه وقعدت في مكانها ما حاولت انها تسعف الوضع شويتين. انا ادري انها مصدومة لانها سوت هذا الشيء، بس ترى انت اللي سويت المصيبة، يعني يمديك تسوين شيء على الاقل يبين انه بالغلط. شوفوا بقول لكم شيء يخليني احس ان الموضوع غريب ومشكك حبتين، واللي هو انه ما حقول لكم اوه والله شيء غريب انه ليش في مرسيدس ببيتها، لان تقريبا كل اللي هناك عندهم مرسيدس في بيتهم عشان يحموا انفسهم لان ذيك السوالف منتشره كثير عندهم. بس الشيء الغريب فعلا انه يا اخي يعني مع ان انا مالي خبره بالمرسيدسات ولا افهم فيهم زين، بس ترى وزن المرسيدس باللطقات اذا فهمتوا ايش اقصد، اعكسوا الحروف بس، يفرق مرة عن وزنه بدون، مرة يفرق، لأن ترى اللطقات لها وزن، فإذا انحطت حيزيد، وهم بالعادة ترى ما يحطون لطقة واحدة في المرسيدس، لا يحطون كذا واحدة، فشلون هي ما حست إنه ثقيل حبتين؟ فهمتوا إيش أقصد؟
يوم استجوبت الشرطة ماري قالت لهم إن المرسيدس هذا مو لها، لحبيبها السابق وتركه هنا قبل ما ينتقل، لكن كلمها وقال لها إنه هم فضيب من اللطقات، فهي حسبت إنه أوه دام الوضع كذا خليني أخذه وألعب فيه وأستهبل فيه مع صحباتي. مع ذلك حكمت على الأساس الشرطة عليها بالسجن لمدة 2 إلى 20 سنة. لكن بيوم 19 جانوري عام 2021، يعني بعد يومين من وقوع الحادثة، طلعت ماري من السجن بكفالة 20,000 دولار. رجعت وعاشت حياتها بشكل طبيعي جدا، وظلت تنزل على السوشيال ميديا لمدة 9 شهور. كان يوضح في كذا مقطع ان في سوار على رجلها، واللي هو السوار اللي يحطونه الشرطة على اساس انهم يراقبوا الشخص ويتأكدوا انه ما يسوي شيء. بس مو هنا الشيء اللي يصدم، انها طلعت بعد يومين من وقوع الحادثة وانها لسه بتنزل بعد كل شيء حصل. الشيء اللي يصدم انها لسه بتسوي كوسبلاي زي شخصيات ياندري. لو فوق كل هذا، في كذا مقطع كانت الخلفية عبارة عن دم، حرفيا دم مزيف كذا كل الخلفية. انتم مستوعبين يا جماعة؟ يعني اسألكم بالله، انتم تشوفون ان هذه تصرفات شخص طبيعي فقد صديقة المقرب؟ يعني مو بس ان هي يعني والله فقدت صديقتها المقربة ونقطع السطر، لا هي كانت السبب، يعني هي حرفيا كانت السبب، وسواء هذا الشيء كان بعمد او بدون عمد، بس اسمها هي اللي كانت السبب. فكرة ان هي الفاعل وهي كانت السبب يعني يخلي الموضوع أسوأ وأسوأ. يعني معلش ترى ماري عمرها 23 سنة في وقت وقوع الحادثة، يعني البنت ما هي صغيرة عشان نقول أوه ما كانت تعرف، يعني اللي أصغر منها بكثير يعرف إن هالأشياء ما ينمزح فيها وما ينلعب فيها، فما بالكم بشخص واعي كبير بالغ يعرف الصح من الغلط. لك ما في أي تبرير، وأنا هذا الشيء اللي يخليني حرفيا أقول إنه فعليا هذا الشيء ما صار كذا بدون عمد. يعني البنت أول شيء ما هي صغيرة، ثاني شيء زي ما قلت لكم ترى وزنها يفرق يوم يكون فيه ويوم ما يكون فيه، فما هي صغيرة، ما هي صغيرة البنت تعرف. وفوق كل هذا يعني لسه بتنزل مقاطع لها وما بينت إن هي ندمانة أو زعلانة، لسه كانت بتنزل، ما نزلت أي شيء عن صديقتها، يعني حرفيا ما سوت أي شيء يبين إنها نادمة، على العكس تمام ولا فارقة معاها. فعشان كذا أنا الموضوع بالنسبة لي مشكك، وما أشوف أبدا إن بصراحة بدون عمد، أبدا أبدا ما أقدر أصدق هذا الشيء للأمانة. وشوفوا يا جماعة خلوني أقول لكم شيء، إن هالبنت صدق متأثرة بالأنمي بشكل مو طبيعي ابدا. هتقولوا لي ليش ان انت شافتها متاثره بالانمي، يعني ايش دخل؟ يمكن هي اساسا معطوبه، يعني هي العله منها. بس يا جماعه دققوا معي، اسم اليوزر حق حساباتها ياندري فريك، واللي معناه حرفيا الياندري المجنونه. البنت بتتابع انميات فيها شخصيات ياندري، تقوم هي تسوي كوسبلايز لهذه الشخصيات، فالظاهر ان هي جد انغمست في سالفة الكوسبلاي هذه زيادة عن اللزوم، وصارت تشوف انه اوه ليش انا ما اقلد تصرفاتهم بالضبط على ارض الواقع وعادي، لانه ما في اساسا اي تفسير منطقي غير هذا للاشياء اللي بتسويها. حرفيا كل تصرفاتها غريبة ومو مفهومة وما لها اي تفسير منطقي غير هذا الشيء، ان هي صدق تبي تطبق الاشياء اللي بتشوفها بالانمي اللي بيسووها شخصيات الياندري. يعني انا وانتو يا جماعة مثلا نتابع انمي ونحب الانمي ونستمتع فيه، بس ما نسوي هذه الاشياء. يعني نعرف في اشياء تطبق وفي اشياء ما تطبق، في اشياء تنعمل وفي اشياء ما تنعمل. فانا عارفه ان كثير حيجوا تحت ويقولوا اوه انت بتحطي السبب في الانمي دايم وما اعرف وشو. يا جماعه ترى هذه ما هي اول انسانه بتسوي اشياء زي كذا، واللوم مو على الانمي، انا ماني قاعده احط اللوم على الانمي، انا بقول لكم ان الانسان اذا كان من جوا ضعيف وشاف شيء يحفزه ويحمسه راح يسوي هذه الاشياء. بس شوفونا احنا نتابع انمي ونتابع اللي اخطر من الانمي وعادي ما سوينا ربع هذه الاشياء اللي هم بيسووها. فالمشكلة مو بالأنمي، المشكلة بالناس اللي شخصياتهم ضعيفة وأي شيء شافوه راحوا طبقوه وسووه، ولا كأنه يعني الأنمي شيء والحياة والواقع شيء مختلف تماما، بس ما يشوفون الموضوع زي ما حنا نشوفه.
وبس جايز، يا رب يكون المقطع عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدي أول بأول. اكتبوا لي تحت يا جماعة، أنتوا برأيكم إن ماري سوت هذا الشيء عمدا أو من جد بدون عمد زي ما هي تقول؟ اكتبوا لي تحت كل نظرياتكم وكل آراءكم عن القصة تحت في خانة التعليقات. لا تنسوا جايز إنكم تحطوا لايك وشير للمقطع، إنكم تشاركوا المقطع مع أصحابكم مع زملائكم مع أي أحد، هذا الشيء جدا يساعدني بإني أتحفز أصنع محتوى زيادة ويخليني أعرف إنكم حبيتوا هالنوع من المقاطع. فلا تنسوا إنكم تسووا هذه الأشياء. برضو جايز لا تنسوا إنكم تضيفوني على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي. وبس استودعتكم الله ومع السلامة.